بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في أكاديمية مدرسة الإمارة الدولية، اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى في هذه الحصة راح نأخذ الحصة الثانية من بموضوع إذا عندنا التكامل، إذا عندنا المحدود اللي هي خاصية المقارنة. خاصية إذا عندنا المقارنة، إذا عنوان درسنا إذا عندنا خاصية، عندنا خاصية المقارنة. خاصية المقارنة اللي هي الحصة رقم 2 بنفس إذا هذا الموضوع. طبعا عنوان درسنا اللي هو عندنا التكامل، إذا عندنا التكامل، التكامل المحدود، التكامل المحدود. هلا أخذنا بالحصة الماضية أعزائي الطلاب، إذا خاصية ناقشنا أسئلة الكتاب. اليوم ان شاء الله ناخذ اذا بعض الاسئله الاضافيه المهمه، اذا كيف بدي استخدم اذا خاصيه اللي هي عندنا المقارنه. اللي حكينا في الحصه الماضيه قلنا اذا قدرنا نثبت انه الاقتران قاف السين اكبر من او يساوي صفر او اقل من او يساوي صفر، اذا حسب خاصيه المقارنه، طبعا في فتره عندنا معينه معطينا اياها اذا قدرنا نثبتها في الفتره مثلا من الف الى باء، إذا بده يكون التكامل برضه كمان من ألف لباء، إذا الاقتران قاف السين أكبر من أو يساوي صفر. كمان الجزء الثاني من خاصية المقارنة، إذا أثبتنا إنه الاقتران في عندنا اللي هو عندنا اقتران مثلا قاف السين أكبر من اقتران هاء السين في فترة محددة مثلا من ألف لباء، برضه كمان بيكون عندنا التكامل من ألف لباء، إذا قاف السين أكبر من أو يساوي إذا هاء السين. وكمان نفس العملية، إذا قدرنا نثبت أعزائي الطلاب إنه الاقتران محصور بين قيمتين في فترة معينة، فإن الآن شو بنعمل الآن من كامل الأطراف، وبكون عندنا إذا تكامل إذا قاف السين محصور بين نتيجة إذا هذه إذا التكاملات. الآن خلينا نأخذ إذا عندنا مثال، في عندنا مثال إذا هذا خلينا نعتبره إذا مثال، مثال رقم واحد من مثال رقم واحد. شو بيقول لنا؟ إذا دون، إذا عندنا دون، إذا حساب، دون حساب، إذا قيمة التكامل، إذا قيمة، إذا عندنا التكامل، إذا دون حساب قيمة التكامل، ما إشارة التكامل من 5 إلى 8 اللي هو عندنا س تربيع، إذا عندنا س تربيع ناقص 4، إذا عندنا د، عندنا س. هلا أعزائي الطلاب إذا شو بدنا نعمل؟ بدنا نثبت إنه طبعا الآن بدون ما نحسب إذا قيمة التكامل، إذا بدي بدون حساب قيمة التكامل بدي أبحث عن إشارة إذا التكامل من 5 إلى 8 للاقتران اللي هو س تربيع ناقص اللي هو عندنا 4. الآن شو بدي أعمل إذا عزيزي الطالب؟ بدي أحاول أستخدم إذا معلوماتي اللي هو عندنا أثبت إنه الاقتران س تربيع إذا عندنا ناقص 4 إنه أكبر من الصفر. كيف بيتم ذلك؟ عن طريق إذا دراسة إذا هذا الاقتران، حتى أدرس إشارة إذا هذا الاقتران عادة شو بعمل؟ بساوي إذا هذا الاقتران بالصفر، يعني بصير عندنا هنا س تربيع إذا ناقص 4 تساوي صفر. الآن حتى أدرسه إذا لازم أطلع له إذا عندنا قيم س اللي بتخلي إذا هذا المقدار تساوي صفر، إذا بنلاحظ اللي هي راح تكون عندنا إما موجب 2 أو سالب إذا عندنا 2. هلا الآن طبعا هو معطينا الاقتران أو إشارة التكامل من 5 إلى 8، بمعنى إنه هون عزيز الطالب إنه س تنتمي لوين؟ معطينا الفترة اللي هي من 5 فاصلة اللي هي عندنا 8. إذا في الفترة إذا 5 فاصلة إذا عندنا 8. هلا شو بنعمل الآن؟ إذا بندرس إذا زي ما حكينا إشارة إذا هذا الاقتران. الآن لو وضعنا على خط الأعداد اللي هو عندنا القيمتين اللي معطينا إياهم، إذا هذه سالب اللي طلعناهم طبعا سالب 2، وعندنا موجب إذا 2 حسب الإشارات اللي إذا تعودنا نوجدها. إذا بنلاحظ إذا هذه تكون عندنا نفس، إذا هذه نفس وهذه عكس وهذه كمان اللي هي عندنا نفس. طبعا هاي عندنا بده يروح من سالب ما لا نهاية إلى موجب إذا عندنا ما لا نهاية. هلا بنشوف الفترة الآن شو بنلاحظ إذا عزيز الطالب؟ إنه الآن إذا بنلاحظ إنه قاف السين
إذا من خلال إذا عندنا الإشارة إذا هذا الاقتران، إذا بنلاحظ إنه قاف السين إذا عندنا أكبر من أو يساوي صفر، إذا إنه عندنا الفترة من 5 إلى 8 إذا تيجي أكبر من الاثنين، وبالتالي إذا بنلاحظ إنه الاقتران طبعا إذا قاف السين أكبر من أو يساوي صفر لكل سين، إذا عندنا لكل سين تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي 5 فاصلة إذا عندنا 8. هلا الآن حسب خاصية المقارنة إذا شو بنقدر نستنتج الآن؟ إذا يتضمن ذلك إذا حسب إذا عندنا خاصية المقارنة، إذا خاصية المقارنة إذا شو بنستنتج الآن؟ يتضمن ذلك إنه كمان بده يكون تكامل من 5 إلى 8، إذا عندنا قاف السين إذا دال السين بده يكون أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا 0. إذا تكامل من 5 إلى 8، إذا تكامل من 5 إلى 8 اللي هو عندنا قاف السين اللي هو عندنا هنا اللي هو على فرض إنه عندنا سين تربيع، يعني تضمن ذلك هو بنقدر نكتب إن التكامل من 5 إلى 8 طبعا الاقتران اللي هو هون سميناه قاف سين اللي هو عبارة عن سين تربيع ناقص 4، إذا عندنا دال السين أكبر من أو يساوي 0، بمعنى إنه إذا إشارة إذا هذا التكامل شو بدها تكون عندنا موجبة، إذا شو بنقدر نقول الآن؟ إذا إشارة إذا عزيز الطالب إذا إشارة إذا عندنا التكامل من 5 إلى إذا عندنا 8، إذا للسين تربيع ناقص 4 دال السين إذا موجبة، يعني إيش موجبة؟ يعني بدها تكون إذا عزيز الطالب أكبر من اللي هو عندنا 0. هذا مثال بالنسبة للي هو عندنا أحد الأمثلة لخاصية المقارنة، خاصية إذا عندنا المقارنة. الآن كمان خلينا نأخذ مثال ثاني، خلينا إذا مثال رقم إذا عندنا مثال رقم 2، مثال رقم 2 إذا برضو كمان نفس العملية، بيقول لنا دون إذا إيجاد إذا قيمة التكامل، إذا قيمة إذا عندنا التكامل إذا دون إيجاد قيمة التكامل أثبت أن التكامل إذا عندنا من 2 إلى 3، من 2 إلى 3 إذا عندنا للاقتران اللي هو 2 س ناقص 1 إذا على 1 ناقص اللي هو عندنا س تربيع إذا دال الس، إذا هذا أقل من أو يساوي اللي هو عندنا 0. هلا كيف بدي أثبت إذا عزيز الطالب إذا إنه التكامل من 2 إلى 3 إذا هذا الاقتران أقل من 0؟ الآن شو بدي أعمل الآن؟ خلينا نسمي إذا اللي هو الاقتران اللي داخل التكامل لو سميناه مثلا قاف السين أو هاء السين زي ما بدنا. إذا قاف السين يساوي 2 س ناقص 1، إذا كل هذا مقسوم على 1، إذا عندنا ناقص س تربيع، طبعا هنا س تنتمي إلى الفترة اللي هي عندنا المغلقة من 2 إلى اللي هي عندنا 3، من 2 إلى 3. هلا بنفس الطريقة اللي حلينا فيها عزيز الطالب اللي هو عندنا نفس الطريقة اللي حلينا فيها إذا عندنا السؤال أو المثال رقم 1، بدي أحاول أدرس إشارة إذا قاف السين. إذا قدرت أثبت أن هذا الاقتران أقل من 0، إذا أقل من 0 في الفترة طبعا الواقعة من 2 إلى 3، طبعا بدي يكون إذا نتيجة التكامل حسب خاصية المقارنة بتتكون أقل من أو يساوي 0. هلا خلينا ندرس إذا إشارة، إذا أول شيء عندنا إشارة البسط، إذا عندنا حتى أدرس إشارة البسط بساوي بالصفر، إذا عندنا 2 س تساوي 0، يتضمن ذلك إذا هنا عندنا س، عفوا هنا 2 س ناقص 1، آسف 2 س ناقص 1 تساوي 0، يتضمن ذلك إذا س قديش تساوي هنا 1 إذا على 2. بمعنى إنه الآن نرسم إذا خط، إذا عندنا لو رسمنا إذا خط الأعداد بهذا الشكل، إذا هاي بنحدد اللي هي عندنا خط الأعداد
اللي هي عندنا مثلا هنا خلينا نحكي مثلا النصف، هاي النصف 1/2، طبعا إشارته على اليمين بتكون إذا هنا عندنا موجبة، إذا هذه بتكون إذا عندنا موجبة، وعلى الشمال بتكون إذا عندنا سالب. هلا بنفس الطريقة، إذا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب، إذا رح ندرس إشارة المقام. إذا عندنا المقام، إيش موجود بالمقام؟ اللي هو عبارة عن 1 ناقص إذا عندنا سين تربيع طبعا تساوي 0، يتضمن ذلك إنه سين تساوي إما زائد أو ناقص أو موجب أو سالب، اللي هو عندنا الواحد. بنفس الطريقة الآن بدنا ندرس إذا إشارة اللي هو عندنا المقام، إذا عزيز الطالب. إذا بده يكون إذا عندنا بهذا الشكل، بدرس الآن عندنا إشارة المقام، بنحدد الآن القيم اللي هي عندي هنا، اللي هي عندنا موجب وسالب 1. الموجب 1 بده يكون يقع في يكون هون عندنا، هاي موجب 1، وهون بده يكون إذا عندنا سالب، إذا عندنا سالب 1. على حسب الإشارات اللي نعرفها، إذا هاي بتكون إذا عندنا نفس، طبعا هنا نفس اللي هي نفس معامل س تربيع، اللي هو بده يكون عندنا سالب، إذا سالب، وبعدين هنا موجب، وبعدين بده يكون إذا عندنا نفس، إذا نفس عكس نفس. وبالتالي الآن إذا شو بنعمل الآن؟ زي ما تعلمنا إذا عزيز الطالب، برسم كمان اللي هو عندنا هذا، طبعا إذا عندنا إشارة إذا البسط، وهذه إشارة المقام. هلا بناخذ إشارة اللي هو عندنا قاف السين، إذا هنا إشارة إذا قاف السين اللي هو عبارة عن 2 س ناقص 1 على اللي هي عندنا 1 ناقص إذا عندنا س تربيع. هلا ندرس الآن عندنا إشارة إذا اللي هو عندنا البسط على مقام. طبعا شو بنعمل إذا عزيز الطالب؟ بعمل إسقاط هون عندي، إذا السالب 1 بتكون عندنا هون، والنص بتقع إذا هنا بهذا الشكل، هاي عندنا نص، وعندنا هنا اللي هو الواحد موجب 1. هلا الآن شو بنعمل الآن على خط، إذا عندنا خط الأعداد، إذا بده يكون عندنا سالب تقسيم سالب، إذا بده يكون إذا عندنا هنا موجب، بده يكون إذا عندنا هنا موجب، وبعدين سالب تقسيم موجب، بده يكون إذا عندنا هنا سالب، هذه الطريقة، وكمان عندنا موجب تقسيم موجب، بده يكون إذا عندنا هنا موجب، وموجب تقسيم سالب، بده يكون إذا عندنا سالب. إذا هذه بتكون عزيز الطالب إذا إشارة مين هون عندي؟ إشارة اللي هو قاف السين. إذا إيش هو قاف السين؟ اللي هو عبارة عن البسط على اللي هو عندنا المقام 2 س ناقص 1 على 1 ناقص س تربيع. هلا بنرجع الآن لمين الآن عندنا؟ بحدد الفترة الآن، بنلاحظ إذا عندنا في الفترة عزيز الطالب، إذا شو بنلاحظ؟ إنه من خلال دراستنا لإشارة اللي هو عندنا البسط على مقام اللي هو قاف السين، إذا بنلاحظ إنه قاف السين هون شو ماله؟ إذا بنلاحظ إنه قاف السين أكبر من أو يساوي 0. إذا في الفترة طبعا لكل سين تنتمي للفترة اللي هي عندنا المغلقة، اللي هي من 2 إلى 3، من 2 إلى 3. يعني بنلاحظ إذا عندنا هنا الاثنين، هاي الاثنين، إذا هنا عندنا مثلا إذا 3، بنلاحظ إنه الاقتران شو ماله عزيز الطالب؟ بده يكون أقل من 0. إذا شو ماله؟ بده يكون أقل من اللي هو عندنا 0. إذا حسب، إذا شو بنحكي الآن؟ إذا حسب إذا خاصية المقارنة، إذا خاصية إذا عندنا المقارنة، إذا حسب خاصية المقارنة بده يكون إذا تكامل من 2 إلى 3، برضو إذا قاف السين إذا عندنا دال السين برضو كمان بده يكون أقل من أو يساوي 0. هلا إيش هو قاف السين إحنا فارضينه؟ اللي هو عبارة عن 2 س، أي أن التكامل من 2 إلى 3، إذا في الفترة 2 أو للاقتران 2 س ناقص 1 إذا على 1 ناقص إذا عندنا س تربيع، دال س أقل من أو يساوي اللي هو عندنا 0.
هيك بيكون أثبتنا إذا عزيز الطالب إنه التكامل من 2 إلى 3 بيكون أقل من أو يساوي 0. هذا بالنسبة اللي هو عندنا مثال رقم اللي هو عندنا مثال رقم 2. هلا راح ننتقل كمان إلى مثال رقم اللي هو عندنا رقم 3. خلينا نكتب إذا مثال رقم إذا 3. هلا مثال رقم 3 شو بقول لنا؟ إذا دون إيجاد التكامل، إذا دون إيجاد قيمة التكامل، إذا عندنا التكامل أثبت أن التكامل من 1 إلى 2 إذا عندنا س د س هذا بيكون أقل من أو يساوي التكامل من 1 إلى 2 اللي هو عندنا س تربيع، إذا س تربيع د، إذا عندنا س. هلا دائما إذا عزيز الطالب إذا كان في عندنا مقارنة إذا بين اقترانين، إذا شو بدنا نحاول؟ طبعا هذا الآن راح أسمي إذا أول إشي اللي هو عندنا زي ما تعلمنا في المرة الماضية، أسمي مثلا هذا الاقتران، بسمي اللي هو عندنا مثلا قاف السين، إذا قاف السين مثلا يساوي سين تربيع، بقدر أسمي هذا الاقتران مثلا إذا عندنا هاء السين اللي هو عبارة عن إذا سين. هل لو بكم بساوي اللي هو بشكل اقتران اللي هو لام السين، إذا ويساوي عبارة عن قاف السين، إذا قاف السين ناقص اللي هو عندنا هاء السين، إذا ويساوي اللي هو عندنا اللي إذا طبعا أثبتنا إذا عزيز الطالب إنه سين تربيع ناقص سين إذا أكبر من أو يساوي صفر، هيك بدها تكون إذا عندنا بيكون الاقتران هذا هو الأكبر، لأن الفرق إذا كان عندنا اقتران أكبر من اقتران وكانت النتيجة إذا إذا لازم تكون إذا عندنا الناتج اللي هو عندنا الطرح الاقتران الكبير في أكبر من اللي هو عندنا الاقتران الآخر. طبعا هذا من خصائص المتباينات، لأنه عندنا تكامل 1 إلى 2 أو إذا عبارة عن عدد عزيز الطالب، وبالتالي لما يكون في عندنا بشكل عام مثلا عندنا ألف أكبر من باء، إذا ألف أكبر من باء، إذا دائما لازم استنتج إنه ألف ناقص باء، طبعاً مثلاً هون أكبر من أو يساوي صفر، أكبر من أو يساوي صفر. إذا إذا أثبتنا إنه ألف ناقص باء أكبر من صفر، إذا بده يكون ألف إذا أكبر إذا من باء. هلا بنشكل إذا الاقتران، إذا صار عندنا إذا الاقتران هذا عزيز الطالب عبارة عن س تربيع، إذا ناقص اللي هو عندنا هاء السين، إذا ناقص اللي هو عندنا س. إذا هذا الاقتران حتى بين إنه أكبر من صفر أو أقل من أو يساوي صفر، إذا شو بدي أعمل عزيز الطالب؟ بدي أدرس إشارته. أنا بساوي إذا هذا الاقتران بقول لام السين تساوي صفر، يعني بمعنى إنه سين تربيع إذا عندنا ناقص سين تساوي صفر. هلا الآن من لو طلعنا عامل مشترك اللي هو السين، إذا بده يكون عندنا سين ناقص إذا 1 تساوي صفر، إذا يتضمن ذلك إنه سين تساوي صفر أو سين تساوي اللي هو عندنا 1. هلا اذا بدرس اذا اشاره اذا هذا الاقتران على خط الاعداد اذا بهذا الشكل، وبحدد عليهم اللي هو القيم اللي طلعناهم اللي هي مثلا هنا عندنا هاي صفر، اذا هذه صفر، وهنا كمان اذا عندنا العدد 1. هلا حسب اذا عندنا طبعا الاشارات اذا هنا عزيز الطالب بده يكون نفس، يعني ها بده تكون اذا عندنا نفس، اذا نفس، بعدين اذا عندنا عكس، وبعدين اللي هي عندنا نفس. هاي اللي هو إشارة طبعا مين هنا؟ إشارة إذا لام السين، إذا إشارة إذا عندنا لام السين. هلا الآن في الفترة إذا عزيز الطالب إذا بنشوف الآن قيمة السين اللي بده إياها، إذا بنلاحظ إن الاقتران هو واقع في الفترة، أو بدنا ندرس إشارة في الفترة من 1 إلى 2، إذا بنلاحظ إنه إذا عندنا هنا إذا عندنا لام السين، إذا لام السين من خلال دراستنا للإشارة إذا هذا الاقتران، إذا لام السين أكبر من أو يساوي صفر، إذا إذا كان السين تنتمي إذا عندنا للفترة اللي هي 1 إلى حسب الفترة اللي هي طبعا الاثنين أكبر من الواحد، إذا 1 إلى اللي هو عندنا الاثنين.
إذا شو بنستنتج؟ إذا هيك بيكون أثبتنا إذا عزيزي الطالب إنه لام السين إذا قيمة موجبة أو أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا صفر. إذا شو بنحكي الآن؟ إذا حسب خاصية المقارنة، إذا حسب إذا يتضمن ذلك أو حسب إذا خاصية، إذا خاصية المقارنة، إذا خاصية إذا عندنا المقارنة أو نظرية المقارنة، إذا شو بنستنتج؟ إذا نستنتج إنه عندنا التكامل من واحد لاثنين للام السين اللي هو عندنا دال السين بده يكون أكبر من أو يساوي صفر. يتضمن ذلك الآن طبعا لام إذا تكامل من واحد إلى اثنين، طبعا لام السين اللي هو عبارة عن إيش؟ اللي هو عبارة عن سين تربيع إذا ناقص واحد، إذا عندنا ناقص إذا عفوا ناقص سين، إذا دال السين إذا بده يكون أكبر من أو يساوي صفر. هلا لو وزعنا التكامل إذا عزيز الطالب، إذا شو بستنتج الآن ونقلنا للطرف الثاني، لأنه عبارة عن عدد من واحد إلى اثنين، إذا عندنا سين تربيع إذا دال السين، لو نقلنا هذا للطرف الثاني مع اللي هو عندنا التكامل، إذا بده يكون إذا عندنا أكبر من أو يساوي التكامل من واحد إلى اثنين اللي هو سين، إذا عندنا دال السين. وبالتالي إذا هيك بكون أثبتنا إذا عندنا إنه هذا التكامل اللي هو عندنا سين تربيع أكبر من أو التكامل واحد إلى اثنين سين أقل من اللي هو التكامل من واحد إلى اثنين سين تربيع. هذا عزيز الطالب بالنسبة لمثال اللي هو عندنا رقم اثنين، مثال رقم اللي هو عندنا اثنين. نأخذ كمان مثال إذا عندنا آخر، مثال إذا عندنا كمان مثال، ندرس مثال آخر. إذا عندنا رقم أربعة، هلا إذا عندنا رقم أربعة، مثال رقم أربعة شو بحكي لنا؟ قلنا دون برضو كمان إيجاد، إذا دون إذا عندنا دون إيجاد، إذا دون إيجاد التكامل، إذا دون إيجاد إذا عندنا قيمة التكامل، ما إشارة إذا برضو ما إذا عندنا إشارة اللي هو عندنا التكامل من 3 باي، إذا عندنا 3 باي على 2 إلى 2 باي، إذا إلى 2 اللي هو عندنا 2 باي، 2 اللي هو عندنا باي. طبعا ايش هو الاقتران اذا عزيز الطالب؟ اللي هو عباره عن جتا سين، اذا عندنا اشاره جتا سين ناقص اذا عندنا جيب السين، اذا دال اللي هو عندنا دال السين. هلا بنفس الطريقه طبعا عزيز الطالب لو حكينا الاشاره لازم بمعنى الان نسمي اقتران اللي هو داخل التكامل، ونحاول شو نعمل؟ ندرس اشاره اذا هذا الاقتران، ندرس اشاره اذا هذا الاقتران. إذا نيجي الآن إذا عندنا الحل، بسمي الاقتران اللي هو داخل التكامل، بقدر أسميه مثلا قاف السين اللي هو عبارة عن جتا السين ناقص واحد، إذا عفوا جتا سين ناقص اللي هو عندنا جيب السين، خلينا الآن نوضحها أكثر، إذا جتا سين إذا ناقص إذا عندنا جيب اللي هو سين. طبعا هنا السين بنهتم فيها إذا الفترة المعطينا إياها بدي أثبت، إذا عندنا خلينا نقول 3 باي إذا على 2 إذا الفترة المغلقة 3 باي على 2 إلى الفترة اللي هي عندنا 2 باي، بدي أحاول أشوف إذا إشارة إذا هذا الاقتران في الفترة المعطينا إياها. هلا شو بنعمل الآن؟ بساوي طبعا حتى أوجد إذا إشارة أي اقتران، إذا بدي إيش أعمل؟ بدي أساوي بالصفر. أنا باجي بقول إذا قاف السين تساوي صفر، يتضمن ذلك إنه جت السين إذا ناقص اللي هو عندنا جيب السين يساوي صفر. هلا إذا شو نستنتج؟ إنه جيب السين إذا يساوي اللي هو عندنا جت السين، أو نقدر نقول الآن اللي هو عندنا ظل السين يساوي واحد، لو قسمنا الطرفين على جتا سين عزيز الطالب، إذا بده يكون إذا عندنا ظل السين تساوي واحد. هلا الآن بشكل عام، إذا الآن بشكل عام لو درسنا إذا على طبعا الآن قبل ما ندرس خلينا نطلع إذا ظل السين تساوي واحد، متى بيكون الظل إذا بيساوي واحد؟ أو متى بيكون الجيب بيساوي اللي هو عندنا جتا؟
إلا هي في الفترة، إذا نبدأ نستنتج الآن إنه هو سين يتضمن ذلك، إنه سين ماذا تساوي عجز الطالب؟ اللي هي عبارة عن باي على 4. يعني إذا كانت الزاوية 45 درجة، إذا بنلاحظ إن الظل راح يطلع معاي يساوي 1، أو بكون الجيب بيساوي اللي هو عندنا الجتا. وكمان إذا عندنا ممكن يكون سين ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن تقع، ممكن كمان الزاوية تقع في الربع، اللي هي في الربع الثالث، يعني باي زائد باي على 4. إذا باي على 4 وتساوي 4 باي، يعني 5 باي. إذا 5 باي عجز الطالب، إذا 5 باي، إذا على، إذا 5 باي على اللي هي 4. إذا 5 باي على 4. هلا نرجع الآن لمين؟ إذا نرجع الآن، إذا عزيز الطالب ندرس إشارة اللي هو عندنا قاف السين. طبعا هاي اللي هي عندنا قيم سين اللي بتخلي اللي هو الاختراق تساوي 0. اللي هو حكينا في عندنا قيمتين اللي هي باي على 4، إذا باي على 4، وكمان اللي هي عندنا 5، إذا باي إذا على 4، إذا 5 باي إذا عندنا على 4. هلا لو أخذنا إذا عزيز الطالب، إذا عندنا الزاوية مثلا، عندنا زاوية أقل من اللي هو باي على 4، اللي هي مثلا يعني 45 درجة. لو أخذنا زاوية مثلا لو أخذنا الزاوية تساوي اللي هو عندنا 30، مثلا 30 درجة. هلا جيب الثلاثين، إذا جيب 30 درجة، إذا عزيز الطالب يساوي نص. وجت 30 درجة، جت 30 درجة اللي هو 87%، 87% اللي هو عندنا الآن. لو أخذنا اللي هو عندنا جت 30، 87 ناقص 5 بالعشرة، يعني 5 بالعشرة، بنلاحظ إذا هذه القيمة بتكون إذا عندنا قيمة إذا موجبة، قيمة اللي هي عندنا قيمة موجبة. هلا الآن الزاوية التي تقع بين الباي على 4 والخمس باي، لو أخذنا مثلا على سبيل المثال اللي هو عندنا الباي، 180 درجة بقع بين الباي على 4 وخمس باي على 4. إذا بنلاحظ لو عوضنا جتا الباي اللي هي عبارة عن سالب 1 ناقص 0، إذا هذه كمان بتتكون إذا عندنا بتتكون إذا عندنا قيمة اللي هي عندنا سالب. وكمان لو أخذنا مثلا زاوية على سبيل المثال 370، إذا عندنا 370 درجة اللي هو عفوا 270 درجة، إذا بنلاحظ إذا لو عوضنا هون جتا اللي هي 0 ناقص ناقص 1، إذا بتتكون كمان هاي القيمة إذا شو مالها؟ إذا قيمة موجبة. إذا هذا بالنسبة إلى إشارة اللي هو عندنا الإشارة اللي هو قاف السين. إذا إشارة اللي هو عندنا قاف السين اللي هو حكينا يساوي جتا سين ناقص جيب سين. هلا بشوف في الفترة الواقعة اللي هي في الواقع في الثلاثة باي، إذا بنلاحظ إنه قاف السين هون، إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب، إذا قاف السين إذا في الفترة، إذا في الثلاثة باي على 2 لاثنين باي، يعني هون مثلا عندنا هاي خطبول من الصفر، إذا هاي عندنا صفر والهاي لاثنين باي. إذا بنلاحظ إنه الاقتران شو ماله؟ إذا بيكون موجب. إذا الثلاثة باي على 2 يعني أكبر من الخمس باي إلى 4 لاثنين باي، وبالتالي بتكون إذا عندنا هنا هاي اللي هي عندنا اللي هي 3 باي إذا على 2 اللي هي 270 درجة والاثنين باي. إذا شو بنقدر الآن إذا نعبر إذا عزيز الطالب؟ إذا بنلاحظ إذا عندنا هنا إنه قاف السين، إذا بنلاحظ إنه قاف السين بده يكون أكبر من أو يساوي 0. طبعا إذا كان السين تنتمي إلى الفترة اللي هي من 3 باي إذا على 2، 3 باي على 2 إلى 2 اللي هي عندنا 2 باي، 2 باي. هلا ما دام إذا قاف السين أكبر من أو يساوي 0، يعني بمعنى إذا إيش هو قاف السين اللي هون فرضينه؟ بمعنى إنه إذا عندنا جتا السين، إذا جتا سين إذا ناقص إذا عندنا جيب السين بده يكون كمان أكبر من أو يساوي 0، طبعا في الفترة سين، ويتضمن ذلك كمان إذا بمعنى إنه شو معنى هذا الكلام؟ إنه جتا سين أكبر من أو يساوي إذا عندنا جيب السين، طبعا زي ما حكينا في الفترة الواقعة
اللي هي من 3 باي، إذن على 2 إلى 2 باي، إلى اللي هي 2 اللي هو عندنا 2 باي. هلا الآن ما دام إنه أثبتنا إنه الاقتران اللي هو عندنا جتا س ناقص جيب س، إذا عندنا جيب جتا س ناقص جيب س أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا الصفر، إذا حسب إذا خاصية المقارنة، إذا حسب إذا خاصية إذا عندنا المقارنة، إذا مباشرة إذا نقدر نقول الآن نأخذ التكامل الطرفين هون، إذا بده يكون تكامل 3 باي إذا على 2 إلى 2 باي، إذا 2 باي اللي هو الاقتران اللي هو زي ما حكينا اللي هو عبارة عن جتا س ناقص إذا عندنا جيب س دال س، إذا أكبر من أو يساوي صفر، وبالتالي الإشارة بتتكون إذا عندنا عزيز الطالب هنا إشارة موجبة، إذا الإشارة إذا عندنا موجبة. هذا بالنسبة لسؤال المثال، إذا أعزائي الطلاب لهذا اللي هو عندنا المثال. نأخذ كمان مثال، إذا عندنا نأخذ كمان مثال آخر، مثال رقم اللي هو عندنا إذا مثال رقم 5. إذا المثال إذا عندنا رقم إذا 5، إذا عزيز الطالب مثال رقم 5 شو بحكي لنا؟ إذا كان نكتبه، إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا قاف السين محصور بين قيمتين اللي هي 3 وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا 5. طبعا هنا سين تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي 1 فاصلة اللي هي عندنا 3. بقول لنا أوجد، إذا إيش السؤال؟ بقول لنا أوجد إذا عندنا أكبر قيمة، إذا عندنا أكبر قيمة وأصغر قيمة، وأصغر قيمة للمقدار، للمقدار اللي هو عندنا التكامل من 1 إلى 3، من 1 إلى 3 لقاف السين، إذا عندنا قاف السين زائد اللي هو 1، إذا عندنا دال، إذا عندنا اس. هلا نيجي إذا عزيز الطالب، إذا معطينا اختراق، طبعا هذا الاختراق خلينا نحكي مش معروف إنه ولكن في معطينا معلومات عنه إنه هذا الاقتران له قيمة عظمى وله قيمة صغرى، إنه محصور بين 3 ومحصور بين إيش هون عزيز الطالب وبين 5. هلا أنا بحاجة إني أشوف أيضا أكبر قيمة وأصغر قيمة لمين؟ لقاف السين زائد 1، لقاف السين اللي هو عندنا زائد 1. هلا شو بدي أعمل الآن إذا عزيز الطالب؟ إذا بدي أشكل إذا هذا الاقتران، لو زدنا 1 إذا عندنا للأطراف، إذا بصير عندنا هنا 3 زائد 1 أقل من أو يساوي اللي هو عندنا قاف السين، إذا زائد 1 أقل من أو يساوي 5 اللي هو عندنا زائد 1. هلا 3 زائد 1 اللي هو عبارة عن 4 أقل من أو يساوي قاف السين زائد 1، إذا أقل من أو يساوي اللي هو عندنا الستة. إذا الآن حسب إذا خاصية المقارنة، طبعا هذه كلها سين تنتمي، طبعا هنا سين إذا عزيز الطالب تنتمي حسب معطينا في السؤال من 1 إلى اللي هو عندنا 3. إذا حسب خاصية المقارنة، إذا خاصية إذا عندنا المقارنة، إذا المقارنة هلا شو بنعمل؟ بنكامل الآن الأطراف، إذا التكامل من 1 إلى 3، من 1 إلى 3 عندنا 4 دال السين بده يكون أقل من أو يساوي التكامل من 1 إلى 3 لقاف السين زائد اللي هو عندنا 1، إذا دال السين أقل من أو يساوي التكامل من 1 إلى 3، إذا عندنا 6 اللي هو عندنا دال السين. هلا بمعنى إنه التكامل من 1 إلى 3، إذا عندنا قاف السين زائد 1، إذا دال السين أكبر من أو يساوي الثلاثة ناقص 1 4، 3 ناقص 1 اللي هو 2، 2 ضرب 4 اللي هو بده يكون عندنا 8،
أقل من أو يساوي اللي هو عندنا 12. وبالتالي إذا قيمة التكامل إذا عزيزي الطالب ستكون محصورة إذا بين اللي هو عندنا قاف السين، إذا محصورة إذا بين اللي هو القيمتين 8 وعندنا قاف السين إذا 3 إذا زائد 1 اللي هو زي ما حكينا اللي عندنا قديش عندنا 3 زائد 1 محصورة إذا بين القيمتين اللي أعطينا إياها. وبالتالي إذا أكبر قيمة إيش إذا أكبر قيمة هون عزيزي الطالب؟ إذا أكبر قيمة اللي هي عندنا تساوي 12، وأصغر قيمة إذا قيمة اللي هي تساوي اللي هي عندنا 8. هذا بالنسبة للي هو عندنا هذا المثال. نأخذ كمان إذا عزيز الطالب مثال رقم اللي هو عندنا 6. نأخذ مثال رقم 6 إذا خلينا نكتب إذا هذا المثال. إذا شو بحكينا مثال رقم 6؟ قلنا إذا كان اللي هو عندنا القيمة المطلقة لقاف السين أقل من أو يساوي 3، وكان عندنا 2 ميم زائد 1 أقل من أو يساوي التكامل من سالب 1 إلى 2 اللي هي عندنا قاف السين دال السين برضو أقل من أو يساوي إذا عندنا 4 نون ناقص 3 طبعا السؤال بيقول لنا أوجد إذا عندنا إذا قيمة إذا عندنا ميم أوجد قيمة ميم فاصلة إذا عندنا نون. إذا بدنا نوجد إذا قيمة إذا ميم وكمان عندنا عزيز الطالب قيمة نون. هلا اذا عزيز الطالب اذا كيف بدي الان اوجد اذا قيمه ميم وقيمه نون؟ الان معطيني معلومه هو الان اذا معطيني انه الاقتران محصور بين اللي هو عندنا القيمه المطلقه بين القيمه المطلقه لقاف السين اقل من او يساوي 3. هلا ايش معناه اذا هذا؟ اذا حسب اذا الخواص اذا عندنا المتباينات، بمعنى انه اذا عندنا قاف السين بدها تكون اكبر من او يساوي اذا سالب 3 وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا 3. إذا سالب 1 إذا عفوا سالب 3 وأقل من أو يساوي 3. هلا الآن معطينا طبعا هون بتكون إذا ما دام إذا بدي الآن أوجدها أو قيمة سين إذا هون معطيني إياها بتكون سين تنتمي إلى الفترة اللي هي عندنا من سالب 1 لوين هون عندي للاثنين. هلا الآن إذا ما دام إذا عندنا الاقتران له قيمة عظمى وله قيمة اللي هو عندنا صغرى، إذا وبالتالي إذا حسب خاصية المقارنة إذا بكامل الطرفين الآن من سالب 1 إلى 2، طبعا عندنا سالب 3 أقل من أو طبعا هنا دال السين أقل من أو يساوي التكامل من سالب 1 إلى 2 اللي هو عندنا قاف السين إذا دال السين أقل من أو يساوي التكامل من سالب 1 إلى 2 للثلاثة إذا عندنا دال السين. التكامل من سالب 3 اللي هو 2 ناقص الناقص 3، يعني هون بده يكون عندنا سالب 9 أقل من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي تكامل من سالب 1 إلى 2 لقاف السين اللي هو عندنا دال السين أقل من أو يساوي اللي هو بده يكون عندنا
موجب اللي هو عندنا التسعة. هلأ إذا أكبر قيمة، إذا عزيز الطالب الآن أكبر قيمة بتكون عندنا تسعة، وأقل قيمة إذا لهذا التكامل. هلأ الآن هو حسب المخطط اللي معطينا إياه، إذا بده يكون عندنا اثنين ميم، إذا بستنتج الآن إن اثنين ميم ناقص واحد تساوي إيش تساوي هون عندي؟ تساوي سالب تسعة، تساوي سالب تسعة. لو نقلنا السالب واحد للجهة الثانية إذا بصير عندنا هون اثنين ميم تساوي سالب ثمانية، تساوي سالب ثمانية. بمعنى الآن لو قسمنا على اثنين يعني ميم تساوي سالب اللي هو عندنا أربعة. هلا بنفس الطريقة إذا عندنا أربعة نون، إذا أربعة نون ناقص ثلاثة إذا كمان تساوي اللي هي عندنا موجب تسعة. الآن لو نقلنا السالب ثلاثة للجهة الثانية بصير عندنا أربعة نون، إذا عندنا أربعة نون تساوي اللي هي عندنا 12. إذا يتضمن ذلك إذا نون تساوي اللي هي 12 على أربعة نون تساوي ثلاثة. هيك وبالتالي بكون أوجدنا إذا عزيز الطالب إذا قيمة ميم، إذا قيمة ميم، وكمان إذا اللي هو عندنا قيمة اللي هي نون. هذا بالنسبة لمثال رقم اللي هو عندنا ستة، لمثال رقم اللي هو عندنا رقم ستة. السون عزيز الطالب خلينا نعتبرها، إذا نعتبرها اللي هي هنا غلطنا بالنسبة للسالب واحد مش مشكلة، إذا بس الفكرة السؤال إذا هون عندنا بدها تكون سالب واحد. طيب هل الآن أو يعني عندنا ممكن نعتبرها زائد واحد ونحل المعادلة بنفس اللي هو عندنا بنفس الطريقة. نيجي لمثال رقم اللي هو عندنا رقم تسعة، مثال رقم عفوا سبعة، إذا عندنا رقم، إذا عندنا رقم سبعة. هلا رقم سبعة شو بيقول لنا؟ دون برضو كمان نفس العملية، إذا دون إجراء، خلينا نكتب إذا السؤال بسم الله، إذا دون إذا إجراء التكامل، دون إجراء إذا عندنا، إذا عندنا التكامل. إذا دون إجراء التكامل أثبت أن، أثبت أن إذا عندنا التكامل من سالب 2 ل 4 الجذر التربيعي ل 16 ناقص س تربيع، إذا 16 ناقص إذا عندنا س تربيع، طبعا هذا دال س محصور بين، محصور بين الصفر فاصلة كمان عندنا 32. هلا هون إذا عزيز الطالب إذا الآن خلينا الآن شوف لما نقول لك محصور بين قيمتين فضل، إذا هون نرجع لي اللي هو عندنا إيجاد القيم العظمى والقيم الصغرى، إذا هذا اللي هو عندنا التكامل أو هذا الاقتران اللي داخل التكامل. هلا بدي أشوف إذا القيم العظمى والقيم الصغرى إذا لها اللي هو لقيمة الاقتران اللي داخل التكامل، يعني راح أسمي الآن خلينا إذا نيجي إذا الحل، إذا الحل الآن إذا بسمي اللي هو عندنا مثلا قاف السين بسميه عبارة عن الجذر التربيعي لل 16 ناقص اللي هو عندنا سين تربيع، 16 ناقص سين تربيع. هلا زي ما بنعرف إذا حجز الطالب حتى نوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى، طبعا هون معطينا الفترة اللي هي سين تنتمي للفترة اللي هي عندنا المغلقة من سالب 2 لوين هون عندي للأربعة، إذا من سالب 2 إذا عندنا س من سالب 2 إلى اللي هو عندنا الأربعة. هلا حتى نوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى نرجع الآن للفصل الأول اللي هو عن طريق اللي هو نستخدم اللي هو عندنا التفاضل، يعني نوجد إذا القيم س الحرجة، إذا قاف فتحة لس اللي هي مشتقة ما داخل الجذر اللي هي عزيز الطالب اللي هي سالب 2 س على اللي هو 2 ضرب الجذر نفسه يعني 16 إذا ناقص اللي هو عندنا س تربيع. هلا شو كنا نعمل كمان؟ إذا نساوي الاقتران المشتقة تساوي صفر،
إذا كنا نقول قاف فتحة للسين تساوي صفر، إذا شو نستنتج؟ أن البسط يساوي صفر، يعني سالب 2 سين تساوي صفر، يعني بمعنى أنه سين تساوي صفر. وكمان إذا عندنا قاف فتحة لسين عزيز الطالب إذا تكون غير موجودة، إذا غير موجودة يتضمن ذلك المقام يساوي صفر، يعني عند س تربيع إذا ناقص س تربيع إذا زائد 16 إذا يساوي صفر، أو 16 ناقص س تربيع تساوي صفر، يعني تضمن ذلك إن هنا س تساوي إما موجب أو سالب اللي هو عندنا الأربعة. طبعا هنا س تساوي سالب 4، إذا عندنا هنا تهمل، إذا عندنا شو مالها؟ إذا عندنا تهمل. وبعدين شو بنعمل الآن؟ لأنه هنا عندنا الفترة من سالب، على كل حال خلينا ندرس إذا إشارة الاقتران. إذا على خط، إذا عندنا على خط الأعداد، إذا عندنا هنا بنلاحظ إذا الاقتران، إذا هنا عندي هنا سالب 4 طلعت عندي، وكمان في عندنا هو القيمة اللي هي صفر، وكمان موجب اللي هو عندنا موجب اللي هو عندنا 4. إذا هنا عندنا من السالب، إذا عندنا من السالب 4 عزيزي الطالب آسف، إذا من السالب 4 للأربعة، إذا من السالب 4 للأربعة بنشوف إذا الاقتران. هلا الآن بنلاحظ إذا عندنا الإشارة اللي هو عندنا قاف فتحة لسين، إذا هاي تمثل إذا إشارة مين هون عندنا عزيز الطالب؟ اللي هي قاف فتحة إذا عندنا لسين. هلا لو أخذ بأي قيمة تقع بين الصفر والأربعة مثلا، أو أكبر من أربعة مثلا خمسة، الخمسة إذا هون سين من سالب أربعة، خلص نصلحها كمان. مثلا عندنا خمسة، إذا متى تكون؟ إذا عندنا سالب 2 ضرب 5، وها بتكون إذا عندنا طبعا هون الاقتران، هنا عندنا سين معرف عفوا، إذا بده يكون الاقتران فقط معرف، طبعا هون بده تكون أكبر من أربعة عزيز الطالب، بده انتبه بده يكون فقط معرف، وين هون عندي من السالب أربعة للأربعة. هلا الآن لو أخذنا قيمة تقع بين الصفر والأربعة اللي هي مثلا عندنا الاثنين، مثلا الاثنين سالب 2 ضرب 2 بده يكون إذا عندنا قيمة قيمة سالبة، سالبة على موجبة بتكون إذا هنا عندنا قيمة اللي هي عندنا سالبة، اللي هي عندنا قيمة اللي هي عندنا سالبة. لو أخذنا قيمة كمان تقع بين بتكون إذا سالبة، بتكون إذا هاي قيمة موجبة، إذا بتكون إذا عندنا قيمة موجبة، وبالتالي إذا الاقتران بده يكون إذا عندنا هنا متزايد إذا بهذا الشكل، وبعدين عماله إذا عندنا بتناقص. وبالتالي إذا بنلاحظ إذا عزيز الطالب إنه الاقتران له قيمة عظمى، إذا الاقتران، إذا للاقتران إذا عندنا قيمة، إذا قيمة عظمى، إذا قيمة عظمى طبعا محلية هون عندي عظمى محلية، قيمة عظمى محلية وهي قاف الصفر، وهي قاف الصفر. هلا قاف الصفر بعوضها اللي هي بتعطيني تساوي قديش هون عندي؟ تساوي 4. وكمان للاقتران اذا قيمة صغرى، اذا للاقتران اذا عندنا للاقتران اذا عندنا كمان قيمة اذا صغرى محلية، اذا صغرى محلية، اذا صغرى محلية عند س تساوي 4، وكمان عند س تساوي سالب 4، اذا وهي قاف الأربعة، إذا وهي قاف الأربعة وتساوي قاف السالب أربعة وتساوي اللي هو عندنا صفر. يعني بمعنى إنه عزيز الطالب بنلاحظ إذا إنه الاقتران إذا عندنا قاف السين محصور بين قيمتين، بين الصفر وبين أقل من أو يساوي قديش عندنا اللي هي عندنا الأربعة. إذا محصور بين الصفر وبين الأربعة. إذا الآن حسب إذا خاصية المقارنة، إذا حسب إذا عندنا خاصية المقارنة، إذا خاصية إذا عندنا المقارنة، إذا بده يكون إذا تكامل من سالب 4 للأربعة اللي هو عندنا للصفر، إذا عندنا دال س أقل من أو يساوي التكامل من سالب 4 للأربعة، إذا عندنا قاف السين، إذا دال س أقل من أو يساوي التكامل من سالب 4 الأربعة برضو للأربعة، إذا عندنا دال
اللي هو عندنا دال اس سي. طبعا الآن تكامل الصفر بده يكون إذا هون عندنا صفر أقل من أو يساوي تكامل من سالب 4 للأربعة، إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا دال السين أقل من أو يساوي الأربعة ناقص الناقص 4 8، 4 في 8 اللي هو عندنا 32. وبالتالي إذا بدها تكون هيك بيكون أثبتنا، يعني طبعا قاف السين اللي هو عبارة عن قاف السين اللي هو عبارة عن إيش؟ إذا بمعنى إنه إذا التكامل من سالب إذا 4 إلى 4 للجذر التربيعي ل 16 ناقص، إذا عندنا س تربيع إذا أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا صفر وأقل من أو يساوي 32. وبالتالي هيك بكون أثبتنا إنه قيمة التكامل عزيز الطالب محصورة بين الصفر و32. هذا بالنسبة اللي هو عندنا لهذا اللي هو عندنا لهذا المثال. هلا ناخذ كمان مثال آخر عندنا عزيز الطالب. مثال رقم 8، مثال رقم إذا عندنا 8. مثال رقم 8 شو بيقول لنا؟ إذا برضو أثبت أن التكامل 36 على 13 وأقل من أو يساوي التكامل من صفر إلى اللي هو عندنا 3، صفر إلى 3 عندنا 12 على س تربيع زائد اللي هو عندنا 4، إذا دال السين أقل من أو يساوي اللي هو عندنا 9. هلا نقدر إذا عزيز الطالب الآن إذا نحل إذا هذا نحل إذا هذا المثال بطريقتين، إما عن طريق اللي هو عندنا طريقة القيم القصوى، أو اللي هو عندنا طريقة اللي هي عندنا أخرى عن طريق اللي هي خصائص الاقترانات، إذا خصائص اللي هو عندنا الاقترانات. طيب خلينا نفرض الآن إذا زي ما تعلمنا قبل شوي، إذا عزيز الطالب نفرض إنه مثلا إذا عندنا قاف السين، إذا عندنا قاف السين إيش يساوي هون؟ إذا قاف السين إذا يساوي 12، إذا عندنا 12 على س تربيع زائد قديش هون عندنا س تربيع زائد 4، إذا قاف السين. هلا الآن نشتق إذا هذا الاقتران، نوجد القيم الحرجة، إذا قاف فتحة لسين قيم س الحرجة اللي هي مشتقة اللي هو طبعا هون عندنا سالب 12 ضرب اللي هو مشتقة المقام اللي هو عندنا 2 س، إذا على المقام تربيع اللي هو س تربيع زائد اللي هو عندنا 4 الكل تربيع. هلا بنفس الطريقة إذا بدي يكون إذا عندي قاف فتحة لسين، إذا قاف فتحة لسين تساوي صفر، يتضمن ذلك إذا نستنتج إنه البسط يساوي صفر، يعني عندنا سالب 24 س تساوي صفر، يعني يتضمن ذلك عزيز الطالب إنه س تساوي صفر. وكمان إذا عندنا قاف فتحة لسين تكون إذا عندنا غير موجودة، إذا غير موجودة، طبعا هنا المقام لا يمكن إنه يساوي صفر لأنه مجموع مربعين، وبالتالي بده يكون إذا عندنا طبعا هذا الاقتران معرف س تنتمي اللي هو عندنا في الفترة اللي هي عندنا من صفر إلى 3، من صفر إلى 3. طبعا هذا الاقتران قاف السين إذا معرف على الفترة إذا قاف السين، بينما بده يكون قاف فتحة لسين بده يصير عندنا متعريفه بده يكون قيم الفترة المفتوحة من صفر إلى 3. إذا قاف فتحة لسين إذا بتكون إذا عندنا غير موجودة، إذا فقط عند الأطراف يتضمن ذلك، إذا هنا س تساوي صفر وس تساوي اللي هي عندنا 3، س تساوي صفر وس تساوي اللي هي عندنا 3. هلا الآن شو بدنا نعمل إذا عزيز الطالب؟ إذا بندرس اللي هو عندنا إشارة، بندرس الآن إذا عندنا
على خط الأعداد اللي هو عندنا الأعداد اللي طلعناها اللي هي عبارة عن إيش عندنا؟ صفر، هاي صفر، وكمان عندنا الثلاثة، صفر وثلاثة، صفر اللي هو عندنا ثلاثة. الآن بدي أدرس، إذا عندنا الاختراع نعرف من الصفر إلى اللي هي عندنا الثلاثة. لو شفنا اللي هو إشارة اللي هو عندنا بتتكون، إذا هذه بتتكون، إذا عندنا أخذنا أي قيمة موجبة، إذا مشتقة بتتكون، إذا هنا عندنا سالبة، هاي سالبة. لو أخذنا أي عدد يقع بين برضو كمان، إذا عندنا صفر للثلاثة، إذا بده يكون برضو كمان عندنا، برضو كمان بتكون سالبة، بتكون إذا عندنا سالبة. بينما في الفترة اللي هي عندي لو أخذنا عدد سالب بده يكون إذا عندنا هنا موجب، بده يكون إذا عندنا موجب. وبالتالي إذا هذا الاقتران بده يكون إذا متناقص إذا بهذا الشكل في الفترة اللي هي من الصفر إلى اللي هي عندنا ثلاثة، من الصفر إلى اللي هو عندنا ثلاثة. وبالتالي إذا خلينا نوجد الآن، إذا قاف الصفر، إذا عزيز الطالب، إذا قاف الصفر قديش تساوي؟ اللي هي عبارة عن 12 على 4، اللي هي عبارة عن قاف الصفر تساوي 3، وكمان اللي هو عندنا قاف الثلاثة اللي هي تساوي إذا 12، إذا على 9 زائد 4 اللي هي 13، إذا 12 إذا على 13. إذا هاي عندنا، وبالتالي إذا بنلاحظ إذا الاقتران، إذا شو مستنتج إذا عزيز الطالب؟ إذا شو مستنتج؟ إنه قاف السين هون، إذا قاف السين بده يكون محصور بين قيمتين أكبر من أو يساوي إذا 12 إذا على 13، وأقل من أو يساوي قديش هون عندي؟ اللي هي عندنا أقل من أو يساوي اللي هو عندنا الثلاث، عندنا الثلاث. طبعا هنا في الفترة اللي هي عندنا سين تنتمي للفترة اللي هي 0 فاصلة، إذا عندنا ثلاث. إذا حسب خاصية المقارنة، إذا حسب إذا خاصية المقارنة، خاصية المقارنة، إذا شو بنستنتج إذا عزيز الطالب؟ إن التكامل من صفر إلى ثلاثة، صفر إلى ثلاثة اللي هو عندنا 12 إذا على 13، إذا دال السين أقل من أو يساوي التكامل من صفر إلى ثلاثة، برضو قاف السين، إذا عندنا دال السين أقل من أو يساوي التكامل من صفر إلى ثلاثة، إذا عندنا ثلاثة اللي هو عندنا دال السين. طبعا الآن لو كملنا إذا أطراف، إذا بده يكون إذا يتضمن ذلك، إذا عزيز الطالب 12 على 3 ضرب 3 بده يكون 36، إذا على 3، 36 عفوا على 13، 36 على 13 أقل من أو يساوي التكامل من 0 إلى 3 اللي هو عندنا قاف السين، إذا دال السين أقل من أو يساوي طبعا كمان 3 ناقص 0 3 ضرب 3 بده يكون عندنا يساوي 9. هذا بالنسبة إلى هذا اللي هو عندنا المثال، هذا المثال. هلا راح ناخذ مثال، إذا عندنا عزيز الطالب مثال اللي هو عندنا آخر، عندنا رقم، إذا مثال رقم 9. إذا عندنا مثال رقم اللي هو عندنا 9. هلا مثال رقم 9 شو بقول لنا؟ معطينا إنه قاف السين، إذا عندنا قاف السين أقل من أو يساوي 3، أقل من أو يساوي 3. طبعا إذا كان السين هنا تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي من سالب 2 فاصلة اللي هو عندنا 4. إذا بقول لنا جد أكبر قيمة، إذا عندنا جد، إذا أكبر قيمة، أكبر إذا عندنا قيمة، وللمقدار، إذا عندنا للمقدار اللي هو عندنا التكامل
من سالب 2 للأربعة، إذن عندنا قاف السين دال السين. إذن إيش بدي أعمل إذن عزيز الطالب؟ قلنا طبعا الاقتران عندنا معرف على الفترة من سالب 2 للأربعة. هل الآن بده نوجد أكبر قيمة من المقدار؟ هل الآن بدي أكامل؟ إذن الحل الآن بدي أضطر إذن أكامل إذن الأطراف على الفترة اللي معطيني إياها اللي هي من سالب 2 للأربعة. إذا عندنا حسب خاصية المقارنة قاف السين دال السين لازم كمان يكون هذا أقل من أو التكامل من سالب 2 لأربعة، إذا برضو كمان للثلاثة إذا دال السين. بمعنى إنه التكامل من سالب 2 لأربعة، إذا عندنا قاف السين دال السين أقل من أو يساوي اللي هو عندنا هنا 3 ضرب 4 ناقص ناقص 2، يعني التكامل طبعا هذا ايش بيساوي؟ 4 ناقص 2 يعني 6 في 3 هذا بيعطيني 18، اذا ويساوي اللي هو عندنا 18. بمعنى انه التكامل من سالب 2 ل 4 اذا قاف السين اذا عندنا دال السين يكون اقل من او يساوي 18. هلا اذا وبالتالي اذا اكبر قيمة اذا اكبر قيمة اذا اكبر اذا عندنا قيمة اذا اكبر قيمة اذا للمقدار للمقدار اللي هو تكامل من سالب 2 للأربعة، اذا عندنا قاف السين دال السين اللي هي اذا هي 18، اذا اكبر قيمة اللي هي عندنا 18. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إذا لهذا اللي هو عندنا المثال. ناخذ كمان إذا عندنا مثال آخر، إذا ناخذ مثال ثاني. مثال اللي هو عندنا 10، مثال رقم 10. إذا هاي عندنا 10. المثال شو بيقول لنا؟ تقريبا مشابه، بيقول لنا إذا عندنا قاف السين، إذا قاف السين أكبر من أو يساوي 3 س تربيع، 3 س تربيع، طبعا معطينا هنا س تنتمي إلى الفترة المغلقة اللي هي 1 فاصلة عندنا 3. جد أصغر قيمة، بيقول لنا جد إذا أصغر قيمة، جد أصغر قيمة للاقتران، أصغر قيمة للاقتران اللي هو هاء السين، مسمينا إياه هاء السين، اللي هو يساوي التكامل من 1 إلى 3، 2 قاف السين، 2 قاف السين ناقص إذا عندنا 4 س زائد 6 إذا دال اللي هو عندنا دال السين. الآن نيجي لحل، إذا الحل إذا هذا السؤال، إذا عندنا الحل الآن. الآن عندنا بحسب إذا عندنا معطينا إذا عزيز الطالب إنه قاف السين هنا أكبر من أو يساوي 3 س تربيع، إذا هذا طبعا معطينا كمان إنه س تنتمي للفترة اللي هي عندنا المغلقة 1 فاصلة إذا عندنا 3. هلا أنا بحاجة إلى إيش هون عزيز الطالب؟ إلى تكامل 2 قاف س ناقص 4 س زائد 6. أنا بنفس العملية الآن شو بدي أعمل؟ بشكل إذا هذا الاقتران، إذا بضرب الآن إذا هنا ب2 قاف س. الآن لو نضرب صار إذا عندنا 2 قاف س أكبر برضه من أو يساوي، بده يكون أكبر من أو يساوي 6 س تربيع. هذا كمان بحاجة إني أطرح سالب 4 س، إذا بصير عندنا هنا 2 قاف س ناقص إذا عندنا 4 س، كمان أبد يكون أكبر من أو يساوي 6 س تربيع ناقص إذا عندنا 4 س. هلا كمان بحاجة اللي أجمع 6، إذا 2 قاف س إذا ناقص إذا عندنا 4 س زائد 6، إذا زائد اللي هو عندنا 6 بده يكون أكبر من أو يساوي 6 س تربيع
ناقص إذا 4 سين زائد اللي هو عندنا زائد 6. هلا الآن بدي إذا عندنا باخذ التكامل للطرفين، إذا عندنا التكامل من 1 إلى 3 اللي هو 2 قاف السين ناقص إذا عندنا 4 سين زائد 6، طبعا كل هذا دار السين بده يكون أكبر من أو يساوي التكامل من 1 إلى 3، إذا 6 سين تربيع ناقص إذا عندنا 4 سين زائد 6 اللي هو عندنا دال السين. هذا بالنسبة اللي هو عندنا. هلا نحسب الآن، إذا عندنا عزيز الطالب اللي هي قيمة التكامل، قيمة اللي هو عندنا التكامل، إذا بمعنى طبعا هذا التكامل بسمينا إياه اللي هو عبارة عن هاء السين، إذا نقدر نقول إذا هاء السين أكبر من أو يساوي تكامل 6 اللي هو عبارة عن 6 اللي هو عندنا سين، إذا عندنا تكعيب، إذا هاي على 3 ناقص إذا 4 سين تربيع، إذا هاي على 2 زائد اللي هو عندنا 6 سين من 1 إلى 3، من 1 إلى 3. هلا بنختصر الآن، طبعا هذا إيش يساوي؟ 6 على 3 عبارة عن 2، إذا 2 سين تكعيب ناقص 2 سين تربيع زائد اللي هو عندنا 6 سين برضه من 1 إلى اللي هو عندنا 3، بمعنى إنه إذا هاء السين إذا أكبر من أو يساوي، هل عوضنا الآن 3 في 3 اللي هو بده يكون إذا عندنا عزيز الطالب إذا عندنا 27، 27 يعني بده يكون إذا عندنا هنا 54، إذا عندنا 54 ناقص عندنا هنا 9 ضرب 2 ناقص 18، إذا هاي 18، وستة في ثلاثة كمان زائد 18، إذا زائد اللي هو عندنا 18، هلا ناقص إذا عندنا هنا ناقص 2، ناقص 2، وهنا كمان عندنا زائد 2، إذا عندنا زائد 2 لأنه سالب في سالب، وهنا بده يكون عندنا ناقص اللي هو عندنا 6. هلا بنلاحظ في اختصارات هون، سالب 18 مع موجب 18، سالب 2 مع موجب 2، 54 ناقص 6 اللي هو طبعا بده يكون ويساوي قديش هون عندي؟ ويساوي 48، ويساوي 48، وبالتالي إذا بده يكون إذا أصغر قيمة، إذا أصغر قيمة إذا للمقدار اللي هو هاء السين اللي هو عبارة عن تكامل من 1 إلى 2، هذا المقدار إذا أصغر قيمة تساوي 48، إذا 48. هذا عزيز الطالب بالنسبة اللي هو عندنا لهذا اللي هو عندنا المثال. خلينا ناخذ مثال رقم اللي هو عندنا 11، مثال رقم 11. هلا مثال رقم 11 بيقول لنا كمان، بيقول لنا انه ناخذ كمان مثال، مثال 11 بحكي لنا اذا هذا المثال بيقول لنا اذا كان قاف السين، اذا كان إذا عندنا قاف السين يساوي جيب السين زائد جتا سين، إذا زائد اللي هو عندنا جتا سين، وسين تنتمي إلى الفترة اللي هي عندنا من صفر إلى باي، إلى باي. بين أن إذا عندنا عندنا التكامل من صفر إلى باي، من صفر إلى باي عندنا هنا قاف السين دال السين أكبر من أو يساوي اللي هو عندنا سالب باي، وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا الجذر التربيع إلى 2 مضروبة في باي.
هلا الآن بنفس الطريقة، إذا عزيز الطالب الآن بنفس اللي هو عندنا الطريقة، بدي أحاول أوجد القيمة اللي هو عندنا الآن، بدي أوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى. إذا هذا اللي هو عندنا الاقتران. الحل الآن نوجد، خلينا نسمي أول شيء الاقتران، نسمي قاف السين مثلا اللي هو عبارة عن، أو مسمينا إياه جاهز الآن. خلينا نوجد إذا القاف فتحة لسين، إذا القاف فتحة لسين اللي هو عبارة عن مشتقة الجيب اللي هي عبارة عن جتا السين ناقص اللي هو عندنا جيب السين، وبعدين بساوي قلنا مشتقة بالصفر من قاف فتحة لسين، قاف فتحة لسين اللي هي تساوي، اللي هي عندنا قاف فتحة لسين تساوي صفر، يتضمن ذلك أن جتا سين تساوي اللي هو عندنا جيب السين، يتضمن ذلك أن ظل السين يساوي واحد. وهذا متى بحدث؟ إذا زي ما حكينا، إذا كان السين تساوي، إذا سين تساوي إذا اللي هو عندنا باي على 4، أو سين تساوي 5 باي إذا عندنا على 4. طبعا 5 باي على 4 هذه تهمل، ليش؟ لأنه سين تنتمي للفترة المغلقة من صفر إلى اللي هو باي، وبالتالي إذا كمان إذا بده يكون، إذا عندنا قاف فتحة لسين، وكمان عندنا قاف فتحة لسين إذا غير موجودة، إذا تضمن ذلك إذا سين تساوي صفر، وسين تساوي اللي هي عند الأطراف بتكون دائما مشتقة، إذا غير موجودة. وبالتالي إذا عزيز الطالب الآن بنحاول ندرس اللي هو عندنا اللي هو عندنا إشارة، إذا عندنا قاف فتحة اللي هو عندنا لسين، إذا عندنا قاف فتحة لسين هاي عندنا الصفر، وهون في عندنا باي إذا على 4، وحكينا هون شو في عندنا كمان اللي هي الباي. هلا لو أخذنا، إذا لو أخذنا إذا عزيز الطالب، إذا لو أخذنا مثلا 30 درجة هون، إذا لو إذا 30 درجة هاي طبعا إشارة قاف فتحة لسين، إذا إشارة قاف فتحة لسين. لو أخذنا مثلا لو كان السين تساوي 30 درجة، إذا عندنا جت 30 درجة اللي هي عبارة عن 87%، 87 ناقص 87 ناقص نص، يعني بتكون أكبر من الصفر. إذا وبالتالي إذا هذه بتكون إذا القيمة موجبة، بينما لو أخذنا قيمة مثلا، لو أخذنا على سبيل المثال 60 درجة، على جت 60 بده يكون نص، نص ناقص 87% بده يكون هاي قيمة إذا عندنا سالبة، وبالتالي تكون عندنا بهذا الشكل إذا عندنا هذا الاقتران. وبالتالي إذا الاقتران خلينا نوجد الآن، إذا قاف الصفر، إذا قاف الصفر اللي هو عبارة عن جيب الصفر، جيب الصفر زائد جتا الصفر إذا ويساوي واحد، وقاف الباي اللي هو عندنا قاف الباي اللي هو ايش يساوي؟ اللي هو جيب الباي، اذا عندنا جيب الباي زائد جتا الباي، زائد جتا الباي، وهذا بيساوي اللي هو سالب واحد. وعندنا كمان قاف الباي على 4، قاف الباي على 4 اللي هو عبارة عن جيب الباي على 4 زائد اللي هو عندنا جتا الباي إذا على 4، وهذا إيش يساوي؟ اللي هو عبارة عن 1 إذا على جذر 2 زائد 1 إذا على جذر 2 ويساوي 2 إذا على جذر 2، وهذا بقدر أكتبه على شكل جذر 2. طبعا جذر 2 إذا عزيز الطالب بده يكون، إذا بده يكون محصور بين اللي هو بده يكون أكبر من اللي هو عندنا أكبر من الواحد، وبالتالي إذا بنلاحظ إذا عندنا الاقتران، إذا قاف السين، إذا قاف السين أصبح محصور بين قيمتين، إذا قيمة عظمى إله وإله قيمة صغرى، إذا أكبر من أو يساوي سالب واحد وأقل من أو يساوي قديش هون عندنا الجذر 2. الآن إذا حسب، إذا عندنا خاصية المقارنة، إذا حسب خاصية المقارنة إذا حسب إذا عندنا خاصية المقارنة نكمل
إذا بده يكون التكامل من تكامل من باي على تكامل من صفر إلى باي، من صفر إلى باي للسالب واحد، إذا عندنا دال سين أقل من أو يساوي التكامل من صفر لباي، إذا عندنا قاف السين دال السين أقل من أو يساوي التكامل من صفر إلى باي، اللي هو عندنا جذر الاثنين، إذا جذر الاثنين اللي هو عندنا دال السين. الآن تكامل هذه اللي هو عبارة عن سالب باي، سالب باي أقل من أو يساوي تكامل من صفر إلى باي، إذا قاف السين، إذا عندنا دال السين أقل من أو يساوي اللي هو جذر الاثنين باي، جذر الاثنين اللي هو عندنا باي. هذا عزيزي الطالب بالنسبة اللي هو عندنا لهذا اللي هو عندنا المثال. خلينا الآن آخر مثال إذا في هذا الدرس، اللي هو رقم، إذا عندنا رقم 12، ناقش آخر مثال. الآن بين، بقول لنا بين أن، بين برضو كمان أن، إذا عندنا التكامل من تكامل من سالب 3 إلى 3، سالب 3 إلى 3 الجذر التربيعي للتسعة ناقص إذا سين تربيع، إذا عندنا دال السين قد يكون، إذا نقولون أكبر من أو يساوي صفر وأقل من أو يساوي اللي هو عندنا 18. هلا كيف بدي أبين إذا عزيزي الطالب، إذا شو بدي أعمل، أو إذا عندنا الحل بسمي الاقتران اللي داخل التكامل اللي هو عندنا قاف السين، إذا قاف السين يساوي الجذر التربيعي للتسعة، إذا عندنا ناقص إذا سين تربيع. وزي ما عملنا قبل شوي، إذا نحاول نوجد القيم العظمى والقيم الصغرى إذا لهذا الاقتران عن طريق اللي هو عندنا المشتقات أو عن طريق التفاضل. إذا نوجد إذا قاف فتحة لسين اللي هي مشتقة ما داخل الجذر اللي هو سالب، إذا عندنا 2 سين، إذا على 2 ضرب الجذر التربيعي الجذر التربيعي للتسعة ناقص اللي هو عندنا 9 ناقص إذا عندنا سين تربيع. طبعا هنا سين معطينا إياها تنتمي إلى الفترة من سالب 3 إلى اللي هو عندنا للثلاثة، اللي هو الاقتران طبعا معرف عليه، بينما المشتقة تكون عند الأطراف الموجودة. الآن نستنتج إنه قاف فتحة لسين، إذا عندنا قاف فتحة لسين تساوي صفر، يتضمن ذلك قلنا البسط يساوي صفر، يعني سالب 2 سين تساوي صفر، يتضمن ذلك سين تساوي صفر. هلا قاف فتحة لسين بتكون إذا عندنا غير موجودة، قاف فتحة إذا غير موجودة، يتضمن ذلك إن المقام يساوي صفر، يعني 9 ناقص سين تربيع تساوي صفر، اللي هي يعني بمعنى إنه سين تساوي موجب أو سالب اللي هو عندنا الثلاثة. يعني بمعنى برضه كمان الأطراف كمان بتكون إذا عندنا غير موجودة، وبالتالي إذا نوجد الآن إذا بده يكون إذا عندنا القيم العظمى والقيم الصغرى، إذا عندنا بدها تكون إذا عندنا إما قاف الصفر، إذا قاف الصفر ويساوي اللي هي جذر اللي هي ثلاثة، أو قاف الثلاثة اللي هي نفس قاف السالب ثلاثة وتساوي كمان، بنلاحظ انها شو تساوي عزيزي الطالب، تساوي صفر. وبالتالي اذا بنلاحظ اذا هذا الاقتران اذا بده يكون محصور بين اللي هو عندنا صفر، اذا بنلاحظ ان الاقتران اذا قاف السين اكبر من او يساوي صفر واقل من او يساوي اللي هو عندنا ثلاثة. هلا حسب خاصية المقارنة، إذا بده يكون إذا عندنا هنا من سالب ثلاثة للثلاثة صفر دال السين أقل من أو يساوي تكامل من سالب ثلاثة للثلاثة اللي هو قاف السين، إذا عندنا دال السين أقل من أو يساوي تكامل من سالب ثلاثة للثلاثة اللي هو ثلاثة،
إذن عندنا دال اس، بمعنى أنه إذن عندنا هنا الصفر أقل من أو يساوي التكامل من سالب ثلاثة للثلاثة، إذن عندنا قاف السين دال السين أقل من أو يساوي ثلاثة ناقص ناقص ثلاثة اللي هو ستة، ستة في ثلاثة اللي هو عندنا 18. وبالتالي إذا قيمة التكامل بتكون محصورة إذا بين هاتين القيمتين. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.